سيداتي أنسات سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي إيهاب رجب، يسعدني أن أكون مع حضراتكم في سهرة رمضانية جديدة، ويعني الجولة قبل الأخيرة من الدورة المجمعة الختامية لتحديد بطل دوري عمومي السيدات لكرة اليد. لقاء اليوم هو لقاء الأخذ بالثأر الذي يجمع بين النادي الأهلي ونادي سبورتينج السكندري. قدام حضراتكم كابتن يحيى يوسف وفي جعبته الكثير ليقدمه إلى لاعباته في هذا اللقاء، وفي المعسكر الآخر الكابتن أشرف صالح إزيبيو أو الثعلب كما يلقبونه، يمني النفس بأن يخطف نقاط هذا اللقاء كما فعلها في كأس مصر هذا الموسم وحسموا لصالحه وفاز به. كابتن أشرف يوسف، أشرف صالح، المدير الفني لنادي سبورتينج. النادي الأهلي لعب لقاء الأمس في مواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك مشاهدينا الكرام، واستطاع أن هو يحسم اللقاء لصالحه ويفوز باللقاء بنتيجة 35-28. أما سبورتينج السكندري فكان على موعد مع مباراة تكسير العظام زي ما بيقولوا في لغة كرة اليد أمام نادي الشمس، أيضا أحدى الفرق والقوى المتواجدة في دوري السيدات، وانتهى اللقاء العادل بالتعادل 28-28. والنادي الأهلي قلنا لحضراتكم إن هو كان داخل اللقاء وفي جعبته داخل الدورة الختامية وفي جعبته نقطتين، ونادي الشمس كان معاه نقطة ونص، وسبورتينج كان معاه نقطة، ونادي الزمالك كان معاه نصف نقطة. نادي الأهلي بعد ما حسم لقاء الأمس أصبح في جعبته 5 نقاط، ونادي سبورتينج بعد التعادل بقى معاه 3 نقاط. كده ترتيب المجموعة مشاهدينا الكرام. الأهلي قبل انطلاق هذا اللقاء 5 نقاط، الشمس بعد ما فاز على الزمالك بنتيجة 33-26 بقى معاه 6.5 نقاط، سبورتينج معاه 3 نقاط، والزمالك 1.5 نقطة. ابتدينا اللقاء سريعا مشاهدينا الكرام، ورمية الإرسال انطلقت عبر صافرة طاقم التحكيم كابتن محمود البلتاجي والكابتن حمدي ناصر طاقمي التحكيم لهذا اللقاء، ورمية الإرسال مع نادي سبورتينج السكندري. نادي سبورتينج مشاهدينا الكرام اللي بيلعب دلوقتي تشكيله 33 في منتصف الملعب، وهنكمل التشكيل لحضراتكم، بس هنقول لكم دلوقتي بعد الكورة ما اتقطعت عن طريق دفاعات الأهلي وأصبحت الهجمة مع النادي الأهلي، إسراء في نص الملعب، على شمالها رنا راضي وعلى يمينها وعلى الدايرة نصرة عيد عبد الملك رقم 10 اهي قدام حضراتكم، و 66 هنا شريف دنيا خالد عفوا، وادي رنا بتستلم وبتنزل الكرة على الدايرة، قطعها الدفاع السكندري تاني، وكان في متابعة للكرة من أمينة ودفع كده، لكن احتسبها على طول الكابتن حمدي ناصر بمشي بالكرة. وهنكمل تشكيلين الفريقين لحضراتكم. 33 نوران خالد في نص الملعب، على شمالها 98 وبتخترق نوران وبتحاول تصوب، لكن الكرة بره الملعب وبتلمها إسراء على طول رايحة مع دنيا، ورايحة إسراء لوحدها وبتصوب وبتحرز أول أهداف اللقاء لصالح النادي الأهلي، عشان يتقدم النادي الأهلي بنتيجة 1-0 لنادي سبورتينج. نوران على شمالها اهي قدام حضراتكم 88 الهام طلعت، وعلى يمينها وتاني نوران بتحاول، واضح ان نوران هي اللي معاها مفتاح اللعب وتوصل الكره للجناح الشمال، لكن بادية اللقاء بقى
بكل تركيز غادة حسام نجمة النادي الأهلي ونجمة حراسة المرمى والحائط الصد المنيع اللي بيذود عن الشباك الأهلوية. مشاهدينا الكرام، إسراء على يمينها 66 دنيا صقر، اللي حاولت تخترق وقعت الكرة من إيديها لكن نصر عملت متابعة وحصلت على رمية حرة وصفارة وفاول للنادي الأهلي. وآدي رنا استلمت الكرة والتقاطع للخط الخلفي وتوصل لدنيا صقر. لرنا أراضي وتقاطعات وتحركات في الخط الخلفي للنادي الأهلي. متبقي نقول لحضراتكم الجناحين وتقريبا بتلعب رقم 40 فرح حازم في الوينج ليفت، رقم 40، وفي الوينج رايت هنشوف هل هي امينه. وادي كوره تاني من اسراء على الدايره لنصره لكن كانت رجليها جوه الدايره، وعلى طول الكابتن بيلتجي صفاره ويحتسب فاول على النادي الاهلي. توصل الكوره على الدايره ومنها للجناح اللي دخلت واخترقت وتوغلت وصوبت واحرزت الهدف الاول وهدف التعديل والتعادل عن طريق اللاعبه رقم 95 سهيله جمال من نادي سبورتينج. 1-1 مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وادي رانا لفرح، لاسراء، لسه الكابتن يحيى محتفظ ببعض اوراقه الرابحه زي سندس حشانه المحترفه التونسيه في صفوف النادي الاهلي. تصويبه من رنا وتصدي من مي جمعه حارسه المرمى صاحبه الخبره الكبيره والطويله في صفوف نادي سبورتينج السكندري. قلت لحضراتكم برضو ان النادي الاهلي على راس وقمه المجموعه قبل انطلاق لقاءات الجوله قبل الاخيره النهارده. وادي كرة تاني بيحاول لكن قطعتها اسراء ورايحه لوحدها. اسراء بكل قوه وبكل مهاره ورشاقه يحسدوها الكبار والصغار على ادائها واصرارها واحرازها للاهداف باللمحات الجماليه، وعملت كره بريست ايديها من فوق حارسه المرمى كده احرزت بيها تاني اهداف النادي الاهلي وتاني اهداف اللقاء عشان يتقدم النادي الاهلي 2-1 سبورتنج واحنا بنلعب في الدقيقه 6. مشاهدينا الكرام، امينه عاطف اللي بتشارك النهارده وما شاركتش في لقاء اليوم. وادي كوره تاني توصل للباك رايت لنادي سبورتنج نورين خالد 55، وحاولت تلعب الكوره على الدايره وهي تصويبه تاني لكن بتصد على طول غاده حسام الكوره وتمنعها برضو من الوصول للشباك. وتاني تصدي من غاده، يعني لو قلنا اتصوب على غاده 4 تصويبات 3 منهم ما وصلوش للشباك وواحدة بس اللي وصلت للشباك، يبقى بنسبة تصدي تقريبا 75% حتى الآن. سبورتنج بيلعب 5-1 دفاع أو 6-0 بالمقابلة كده. وآدي دنيا صقر والتصويب ومي جمعة والتصدي وتطلع الكورة لرمية مرمى لنادي سبورتنج. لسه فراشات وسيدات الأهلي والقوى الناعمة في مسابقات ومنافسات كرة اليد بيحاولوا إن هم كلهم تركيز، والكابتن يحيى يوسف وتعليماته طبعا وتوجيهاته. وفي المعسكر الأخضر كابتن أشرف صالح، تاني تصويبة وحائط صد بلوك جميل وتمسكها دنيا صقر وتحاول تعمل الفاست بريك السريع لكن الهجمة والارتداد الدفاعي السريع رجع تاني نادي سبورتنج. وإسراء برضو، إسراء وكلها إصرار وتحرز الهدف الثالث بعد ما توغلت واخترقت واقتحمت عمق الدفاعات سبورتنج وأحرزت الهدف الثالث. مشاهدينا الكرام، هو الهدف
ما اتغيرش في الشاشه، مش عارفين هل احتسبوا طاقم التحكيم ولا لا، بس هو كان فيه بعد كده صفاره وكان المفروض ان فيه عقوبه. فعلا ثلاثه اهي الشاشه قدام حضراتكم، ثلاثه الاهلي واحد سبورتنج، بنلعب في الدقيقه 8 وادي 55 نورين خالد في الباك رايت، وطلعت دلوقتي نوران ونزلت نوران، راحت في الباك الشمال الليفت باك وبتحاول توصل الكرة، لكن ولعت الكرة وطلعت رمية جانب لصالح النادي الأهلي. غادة حسام لعبت رمية الجانب لإسراء اللي رايحة برضو كلها إصرار، هتعدي وتخترق وتصوب وتسجل، والهدف الرابع لصالح النادي الأهلي، اللي واضح إن تعليمات الكابتن يحيى إن احنا نخلص اللقاء من أول 10 دقايق وأول ربع ساعة عشان ما نديش الطموح والأمل لفريق سبورتنج إنه يحصل اللي حصل في لقاء الكاس وتقدمت، بالرغم إن النادي الأهلي ونادي سبورتنج التقوا هذا الموسم في مواجهتين، والأهلي استطاع إنه يحسم المواجهتين لصالحه. أول مواجهة كانت بنتيجة تاني إسراء قطعت الكورة وراحت الفاست بريك السريع لأمينة، واخترقت أمينة وارتقت وصوبت، والهدف على شمال مي جمعة، أول أهداف أمينة عاطف رقم 33 أهي اللي راجعة، وبنوجه لها كل التحية على إصرارها وإحرازها للأهداف اللي هتتوالى إن شاء الله هي وباقي نجمات النادي الأهلي زي ما احنا متعودين منهم. 5 الاهلي 1 سبورتنج، بعد مرور تقريبا بنلعب في الدقيقه 10 نادي سبورتنج ودفاعات الاهلي ناجحه ان هي تمنع سبورتنج من الوصول لشباكه، وادي نزلت 45 دلوقتي نهى ايمن، واستطاعت نوران خالد ان هي تحرز الهدف التاني وتاني اهداف نادي سبورتنج في الشباك الاهلاويه، وعدل سبورتنج تاني طريقته دلوقتي الى 5-1 اهو زي ما احنا حضراتكم شايفين بخروج اللاعبه بره التسعه متر عشان تمنع اسراء، وادي امينه والاختراق ودخول من زاويه ضيقه، لكن بعد ما وسعت لنفسها صوبت في الزاويه الضيقه، لكن مي جمعه ما راحتش مع اتجاهها وفضلت قافله الزاويه الضيقه وتصدت لتصويبه امينه. ابتدى دلوقتي نوران خالد ليه نوران تاني الكره توصل لنورين اللي اقتحمت وتوغلت وصوبت وحصلت على صفارة ورمية 7 أمتار بنالتي، رمية جزائية عن طريق نورين خالد بصافرة كابتن حمدي ناصر والكابتن محمود البلتاجي، ورمية جزائية لصالح نادي سبورتنج. تتصدى غادة حسام لكن بتنجح نوران في إحراز ثالث اهداف نادي سبورتنج عشان تقلل الفارق ويبقى النتيجه. ادي الكره تاني الامينه اللي راحت امينه استلمت من دنيا صقر اللي بتشارك برضو، وادي رنا والارتقاء والتصويب ولسوء الحظ في اسفل القائم وبره الملعب رميه مرمى، بتلعبها مي جمعه فاست بريك سريع يا ريت الكره نشوفها، وادي استغلتها على طول نادي سبورتنج ان المرمى كان خالي والخطأ هيكون غالي، ووقع رانا راضي ومعاها لاعبات سبورتنج. وادي تحية من الكابتن احمد سمير مدرب عام نادي سبورتنج للاعبة رقم 80 حبيبة الغربي، لاعبة صغيرة السن مواليد 2002 متصعدة بتشارك مع الفريق الاول، هي وثلاث لاعبات كمان من فريق 2002 من نادي سبورتنج السكندري. طلع رنا ومعاها الكابتن محمد بعلوشة اخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، وادي في المعسكر الثاني هنا مع النادي الاهلي مع غاده حسام الكابتن صلاح الدين ابراهيم وتوجيهاته لغاده حسام، وطلعت رنا راضي وطبعا هيعمل لها
الكابتن محمد بعلوشة الإسعافات اللازمة، وهتطلع ثلاث هجمات طبعا ما تشاركش. يمكن احنا شفنا إشارة الكابتن سيف حسن ويوسف عاطف المسجل والميقاتي لهذا اللقاء برفع ايده بثلاث صوابع كده، معناها ان هي مش هتشارك في ثلاث هجمات. سندس نزلت دلوقتي مشاهدينا الكرام، سندس حشانة رقم 96 المحترفة التونسية في صفوف النادي الأهلي، وتمريرة قطرية كده من دنيا صقر إلى سندس، وكان في إعاقة وعلى طول احتسب الكابتن حمدي الرمية الجزائية لصالح النادي الأهلي. سندس في مواجهة مي جمعة، سندس تصوب، مي تتصدى، وتمنع الكرة من الوصول للشباك. 13 دقيقة أو 12 دقيقة ونص مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أحبائي وأعزائي محبي كرة اليد. وبينجح دلوقتي نادي سبورتنج عن طريق نوران رقم 33 اللي قدام حضراتكم إنه يحرز هدف التعديل والتعادل الريمونتادا بعد ما كان الأهلي متقدم بخمس أهداف مقابل هدف واحد. استطاع سبورتنج السكندري إنه يحرز أربع أهداف متتالية والنادي الأهلي ما أحرزش ولا هدف حتى الآن في هذه الفترة الماضية. تاني إسراء وبمجهود فردي وتوصل الكرة لفرح وتصوب فرح وتتصدى مي لسندس ومنها على الدايرة لنصرة، لكن برضو لتاني مرة جوه الستة متر، وأول تقدم لسبورتينج في الدقيقة 14 بنتيجة 6 سبورتينج 5 النادي الأهلي. طلعت دلوقتي نصر عيد ونزلت رقم 23 ليلى هيثم، على الدايرة سندس وقعت الكرة من ايد اسراء لمتها تاني، لكن كان فيها دبل دريبل واتلعبت على طول اللي بيهدي نادي سبورتنج ملعبه عن طريق نوران وائل رقم 97 سنتر فيرود نادي سبورتنج، ورجع تاني سبورتنج لنوران في نص الملعب، وعلى شمالها نهى 45 وعلى يمينها نورين خالد، وطلعت نوران وائل من على الدايرة استلمت الكرة والتقاطعات والتحركات ومحاولة فتح الثغرات في صفوف النادي الأهلي اللي قافل تماما، وبيحصل فاول عكسي على نادي سبورتنج بيلعبها على طول غادة لدنيا صقر، وبرضو التمريرة القطرية العرضية بعرض الملعب تاني من دنيا إلى سندس ومنها الإسراء. هنشوف النادي الأهلي هيعمل إيه. نزلت دلوقتي مين على الجناح؟ سارة حسام رقم 18 في الوينج ليفت، وبرضو حاولت الكرة توصل إلى نصرة اللي نزلت تاني على الدايرة، لكن اتقطعت الكرة وما وصلتش ولمها نادي سبورتنج، ورايح اللي واضح ان هو عنده إصرار وعدى رهبة وحمى بداية اللقاء مشاهدينا الكرام، واحنا بنلعب في منتصف الشوط الأول، واستطاع ان هو يفرض سيطرته على اللقاء حتى الدقيقة 16 او 15 ونص من زمن وأحداث الشوط الأول. وادي تاني نوران والتصويب، غادة والتألق والتصدي، وطلعت الكرة. يا ريت نتابع الكرة على طول لأن عارفين إن احنا لعبتنا لعبة سريعة. وادي دنيا صقر وتغيير الاتجاهات والاختراق والتوغل في عمق الدفاعات، وتصوب وتحرز الهدف السادس وهدف تعديل النتيجة والتعادل 6 الأهلي 6 سبورتنج. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، نوران لنورين خالد لنوران تاني، وابتدت دفاع الأهلي اهو
اللي بتنزل ليلى رقم 23، ليلى هيثم بتنزل بتلعب في مركز 3 الدفاعي بجانب نصر عيد. وادي الكابتن يحيى يوسف، ونوران بتحاول لكن لسه النادي الاهلي ناجحه ليلى وزميلتها ان هم يقفلوا منطقه نص الملعب وعمق ملعب النادي الاهلي اللي لسه نادي سبورتنج مصمم انه يخترق من النص. وادي اسراء لدنيا صقر، لسندس حشانه، لساره حسام في الجناح الشمال لسندس، تمريرات كده ومحاوله فتح ثغرات دنيا صقر والتصويب، وتاني اهدافها المتتاليه برضو عشان ترجع السيطره والتقدم لصالح النادي الاهلي، وبتستحق تحيه وتشجيع دنيا صقر رقم 66 اللي قدام حضراتكم على الشاشه بعد تصويبه قويه على يمين مي جمعه ارضيه بتعانق الشباك السكندريه. نهى لنوران ووقعت الكره بعد تصدي غاده ولمتها على طول رقم 80. حبيبه الغربي برضو احدى اللاعبات صغيره السن مواليد 2002، والنتيجه والتايم قدام حضراتك اهو 7 الاهلي 6 سبورتنج. بنلعب في بدايه الدقيقه 19 مشاهدينا الكرام، واشاره اللعب السلبي نادي سبورتنج اللي هو زي ما قلنا لحضراتكم عاجز عن اختراقات نص ملعب النادي الاهلي اللي ما زال مصمم انه يلعب من منتصف الملعب، برغم ان النادي الاهلي واضح انه مركز، واضح ان الكابتن يحيى يوسف محفظ فرقته تماما اوراق ومفاتيح لعب نادي سبورتنج، وبتتصدى غاده وتمنع الكوره بتصدي فيه كل الإجادة الحقيقة. تاني سندس، إسراء، سارة، وقطعت سارة على الدايرة واتقلبت الأربعة 2. سندس وتصويبة قوية لكن على شمال السكندرية مي جمعة برة الثلاث خشبات، وتبقى رمية مرمى لصالح نادي سبورتنج. صفارة وفاول ورمية حرة لنادي سبورتنج. لعبتها نوران وائل لنوران في الباك ليفت، توصل الكرة للجناح وتستلم تاني نهى. أيمن قلنا لحضراتكم لاعبة مواليد 2002، وأدي نوران والكرة منها للباك نورين خالد اللي ارتكبت فاول عكسي برضو ولمها النادي الاهلي سريعه لاسراء، ومنها الامينه هتكمل امينه هتروح امينه، لكن ارتداد دفاعي قوي ووقعت امينه على الارض، ومفيش اي صفاره من طاقم التحكيم. ومن نوران على طول لمين؟ لنهى ايمن، وتتصدى غاده حسام وتطلع الكوره تتابعها الجناح اليمين لنادي سبورتنج. وادي الكابتن اشرف صالح والكابتن احمد سمير الجهاز الفني لنادي سبورتنج. تاني الكوره اهي وصلت تصويبه ودفاع قوي وقعت على الارض. ان شاء الله تقوم سليمه نهى ايمن. وقامت الحمد لله سليمه مع فرقتها، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. نوران وائل على الدايره لنوران خالد، ومنها لنهى، لنوران، لنهى تاني، تمريرات عرضيه ومحاوله فتح ثغرات لنورين توصل للجناح في الرايت وينج حبيبه.
وعلى الدايرة تاني، استلمت ولفت نوران وأحرزت نوران رقم 97. اهي راجعة قدام حضراتكم هدف التعديل والهدف السابع لنادي سبورتنج عشان يتعادل سبورتنج 7 الأهلي 7 سبورتنج، واحنا بنلعب في الدقيقة 22 مشاهدينا الأعزاء. إسراء وفي تعليمات اهي بشغل خططي هجومي هيتنفذ، وفي دفاع 5-1 وتحركات للخط الأمامي كده للنادي الأهلي. دنيا صقر استلمت وراحت وصوبت وشاطت وأجادت وأحرزت الهدف الثامن دنيا صقر. 8 الأهلي 7 سبورتنج. المباراة ماشية وفيها كل المهارات وكل العبارات اللي احنا متعودينها من حاولت الكرة تنزل من نوران على الدايرة لكن ما استلمتش، ومن مي على طول من غادة لأمينة الفاست بريك والهجوم الخاطف اللي من موجة واحدة ورايحة واحدة واحدة بيتقدم النادي الأهلي بفارق الهدفين وبثقة وثبات. أمينة عاطف تسجل وآدي اختراق وخداع جميل من نوران خالد رقم 33 اهي قدام حضراتكم اللي راجعه بعد ما اقتحمت صفوف وعمق الدفاعات الاهلاويه من نص الملعب اللي هو في مركز 3 اللي بنقول لحضراتكم عليه، ان كان الاهلي في اول 20 دقيقه ناجح وقادر ان هو يقفل نص الملعب تماما، وكان سبورتنج في دفاعاته بيلعب 6-0 لما قلب سبورتنج ل 5-1 واللعب تقريبا يعني الواحد ده خارج على إسراء عن طريق اللاعبة رقم 80 حبيبة عمرو. تاني دنيا صقر وعلى التوالي لا تبالي وتحرز الأهداف بمهارة وشجاعة واقتدار، وآدي الجنب اليمين وناحية الرايد في النادي الأهلي اللي ابتدت تقول بصمتها بقى، والتعاون والتناغم ما بين أمينة عاطف ودنيا خالد صقر بيحرزوا 3 أهداف متتالية ورا بعض عشان يزودوا الفارق وتصبح النتيجة 10 الأهلي 8 سبورتنج. نهى أيمن وأمينة والدفاع القوي ومهاجمة المهاجمين الدقيقة 24 مشاهدينا الكرام. نزلت دلوقتي مين؟ إيقاف دقيقتين على اللاعبة، هنشوف مين اللي خرج وخدت الإيقاف دقيقتين من صفوف النادي الأهلي. كده الأهلي هيلعب منقوص عدديا 5 لاعبات في مواجهة، وآدي تاني إيقاف دقيقتين تاني على نصر عيد عبد الملك ورمية جزائية. كده النادي الأهلي هيلعب بأربع لاعبات في الدفاع ودي هتبقى مهمة تقيلة على النادي الأهلي، وهنشوف كابتن يحيى يوسف هيتغلب عليها ازاي. طبعا في انا بتكلم على الحالة الدفاعية، لان في الحالة الهجومية اكيد هيسحب حارسة المرمى وينزل لاعبة مكانها. رمية جزائية نوران في مواجهة غادة، غادة ونوران، وبتنجح نوران في تقليص الفارق وتسجيل الهدف التاسع عشان تبقى النتيجة 10 الأهلي 9 سبورتنج والدقيقة 11. وآدي غادة خارجة اهي وهتنزل رقم 23 ليلى هيثم. أمينة عاطف لدنيا صقر، إسراء راحت واخترقت وصوبت وتصدت مي لكن لمت الكرة دنيا صقر. أمينة بتحاول تخترق وتحصل على صفارة وفاول ورمية حرة. دنيا صقر تاني ورايحة من الناحية العكسية وتمرر لسندس حشانة اللي بترتقي وتصوب وتتصدى مي جمعة وتعمل الفاست بريك. برضو الكاميرا يا جماعة يا ريت نتابع الكورة عشان نلحق، لأن طبعا المرمى خالي والخطأ بيكون غالي. وبتنجح نوران خالد في إحراز هدف التعديل والتعادل وتصبح النتيجة 10 الأهلي 10 سبورتنج.
واحنا بنلعب في الدقيقه 26. دنيا صقر وصفاره من على طاوله تسجيل المباراه عن طريق الكابتن يوسف عاطف، وتايم اوت وقت مستقطع بيطلبه كابتن يحيى يوسف المدير الفني للنادي الاهلي، واكيد هيطلب من لاعباته ايه. ده اللي هنتابعه مع حضراتكم ونسمع، هنحاول نسمع هيقول ايه وتوجيهاته لفرقته عباره عن ايه. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الكرام، وادي الكابتن اشرف اهو بيدي توجيهاته طبعا باللعب المان تو مان على اسراء، لان هي المحركه دلوقتي. وزي ما قلنا لحضراتكم النادي الاهلي عنده نقص في صفوفه بيلعب، وادي اسراء لدنيا والتصويب ومي والتصدي، وتبقى رميه مرمى لصالح النادي سبورتنج السكندري. رايحه نوران خالد هتحاول طبعا تستغل، لكن غاده حسام في تصدياتها كل الافاده لفرقتها بتمنع الكره من الوصول لشباكها، وبتستحق تحيه وتشجيع زميلتها من على بنك الاحتياطي ودكه بدلاء النادي الاهلي. كده اكتمل النادي الاهلي ولا لسه؟ ادي دنيا صقر اكتمل كده النادي الاهلي دنيا، والكره على الدايره لليلى تستلم وتلف وتعمل باك هاند كده كره خلفيه وتحصل على رميه جزائيه. ليلى هيثم رميه جزاء، رميه 7 امتار. مين اللي هيشوط؟ مين اللي هيفوت؟ نازله نصرة، عيد عبد الملك رقم 10 تتصدى للرميه الجزائيه، هي اللي هتاكد تقدم النادي الاهلي ولا لا، ده اللي هنشوفه. لكن مي جمعه والتصدي اللي بتذود عن شباكها ومرماها وتمنع نصره من احراز التقدم، واحنا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 27 من زمن واحداث الشوط الاول مشاهدينا الكرام. وراجع تاني بقى النادي الاهلي، طلعت مين؟ طلعت 77 آية الحوشي، وآدي تقدم تاني وتصويبة عن طريق نهى أيمن عشان يتقدم سبورتينج إسراء، والاختراق والتصويب غادة والتصدي، مي عفوا والتصدي، وصفارة وفول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. نصر لإسراء، ابتدى سبورتينج يلعب دفاع متقدم كده ب4-2 او 3-2-1. نصرة طلعت بره الدايره وتحركات وتقاطعات، دعاء حلمي اللي نزلت وصوبت، لكن كان في دفاع قوي. هنشوف توجيهات الكابتن اشرف اهو، عدل طريقته الدفاعيه الى 3-2-1 او 3-3. ايه الحوش وتقع الكره وتوصل لامينه اللي خدت امينه الكره وصوبت، لكن مي بتتصدى وتصوب وتحرز هدف غالي، وتحرز تمنع هدف غالي من الوصول لشباكها عشان تحافظ على تقدم سبورتينج 11 مقابل 10 الاهلي. طلعت آية الحوشي عشان تلعب على العقل المفكر وصانعة الخطورة ومحركة هجمات نادي سبورتينج، وعلى الدايرة الكورة من نهى أيمن إلى نوران وائل، وبتحصل على رمية جزائية، رمية 7 أمتار. طلعت غادة حسام ونزلت أمنية خالد موني، لا ده نزلت دلوقتي الحوشي، وتنجح نوران في زيادة الفارق إلى هدفين، 12 سبورتنج 10 الاهلي. لسه
النادي الاهلي ما نظمش صفوفه بعد ما سبورتنج عدل من طريقته الدفاعيه بالهجوم بالدفاع الضاغط عفوا حلمي والتصويب تاني كوره الامينه ورميه جزائيه على طول وكان فيها اعاقه عن طريق نهى وبتحصل امينه عاطف على الرميه الجزائيه لصالح النادي الاهلي. 77 روان سعيد اللي هتتصدى لتاني ثالث رميه جزائيه بيهدرها النادي الاهلي مشاهدينا الكرام. كره توصل الى نورين وصوبت نورين واحنا بنلعب خلاص معاها بتلفظ وبتنطلق صافره نهايه الشوط الاول مشاهدينا الكرام لكن فيه صفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي سبورتنج. هنشوف مين اللي هيلعب الرميه الحره اللاعيبه رقم 95 سهيله جمال الرايت وينج الوينج رايت وتصوب لكن تتصدى غاده حسام وتنتهي مشاهدينا الكرام احداث الشوط الاول بتقدم سبورتنج 12 مقابل 10 النادي الاهلي. استراحه قصيره مشاهدينا الاعزاء على امل اللقاء بحضراتكم مع احداث الشوط الثاني والنتيجه هي قدام حضراتكم 12 سبورتنج 10 الاهلي بعد نهايه ال 30 دقيقه احداث الشوط الاول. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا وفاصل ونعود مع حضراتكم مع الشوط الثاني ان شاء الله ونواصل. سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مرة أخرى بنرحب بحضراتكم وانطلاق أحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي وسبورتنج اللي انتهت نتيجته في الشوط الأول بتقدم سبورتنج 12-10. هنشوف توجيهات وتعليمات الكابتن يحيى يوسف بين الشوطين إيه. نزلت فرح حازم في الجناح وآدي إسراء والاختراق والتصويب ومي جمعة والتصديات وتوصل الكرة للجناح وتتصدى بكل جسارة غادة حسام وتوصل إلى نصرة سارة بتلعب في الباك الشمال الباك ليفت دلوقتي وعلى شمالها فرح في الجناح وعلى يمينها في نص الملعب إسراء هي اللي دخلت وتوغلت واقتحمت وإيقاف دقيقتين على مين؟ على لاعبة نادي سبورتنج لاعبة رقم 98 مرام زيان اللي حصلت على الإيقاف لمدة دقيقتين ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. نقص عدد في سبورتنج هنشوف توصل الكرة على الجناح لكن وقعت الكرة من إسراء وبرضو النادي الأهلي عدل طريقته الدفاعية دلوقتي بقى زي ما استمعنا مشاهدينا الكرام في الاستراحة إن مصدر ومكمن خطورة نادي سبورتنج هي نوران خالد رقم 33 اللي راحت في الباك ليفت اهي واللي ابتدى يتلعب عليها دلوقتي دفاع متقدم على صانعة الألعاب وعلى الخط الخلفي لنادي سبورتنج وتوصل الكرة بعد تصدي هايل من غادة حسام ونزلت منا عرفة في الجناح اليمين الوينج رايت وادي إسراء وتوصل الكرة لمنا ومنها على طول لحلمي دعاء رقم 11 اللي اخترقت وصوبت وحصلت على الرمية الجزائية
رابع رمية جزائية بيهدرها لاعبات النادي الأهلي. مشاهدينا الكرام، ادي منى عرفة اللي دخلت وتصدت لها منى، لكن تصدي وتألق من مي جمعة بخبرتها الكبيرة، ومكمن والسد المنيع لنادي سبورتينج، وبتلم الكرة تاني وتتلعب إلى سارة حسام اللي اخترقت وصوبت وأحرزت الهدف الـ11 وأول أهداف الشوط التاني. تقع كرة تاني من إيدها، لكن وده اللي بنطالبه لاعبتنا، إن هم حتى وإحنا بنلعب في المان تو مان أو رقابة الرجل لرجل، إن إحنا تبقى عنينا برضو مع الكرة. مشاهدينا الكرام، وآدي اختراق وتوغل وتصدي من غادة حسام بتألق وجسارة بتمنع الكرة من الوصول لشباكها وتقطعها وتروح على طول الهجمة مع النادي الأهلي. دعاء حلمي معها الكرة وقلب الأهلي طريقته إلى 4-2 هجومية. دعاء حلمي بتحرز الهدف الـ12 اهي رقم 11، وبتنزل أمينة عاطف في الدفاع، وبتطلع دعاء بعد ما بتشارك في الهجمة وإحراز هدف التعادل والتعديل. ابتدى الأهلي يلعب دلوقتي دفاع ضاغط 3-2-1 مفتوحة. نوران خالد ومعاها سارة حسام اللي بتراقبها كظلها، ونزلت دلوقتي اللاعبة رقم 28 نادين طارق برضو إحدى اللاعبات صغيرات السن، ومعاها نصر عيد، وتوصل الكرة في الجناح، وآدي نادين طارق تاني، وشهد الشواربي اللي بتدافع، وآدي فاول عكسي بذكاء بتاخده نصرة، وبتلعب على طول الرمية الحرة غادة حسام، وفي صفارة اللعب واقف. هنشوف واقف ليه، يا ريت الكاميرا نفتح الملعب عشان والزاوية عشان نشوف ونعرف في ايه. وادي في اعتراض اهو من خارج الملعب عن طريق الكابتن احمد سمير، ومعاه الكابتن هاني سعيد مراقب المباراه، ومعاه كارت اصفر على نادي سبورتينج الجهاز الفني لنادي سبورتينج. كابتن احمد سمير مدرب عام سبورتينج، وما زال اللعب متوقف مشاهدينا الكرام. وادي تعليمات وتوجيهات من الكابتن محمود البلتاجي والكابتن حمدي نصر لكلا الفريقين، انه بيطالبوا بالهدوء، محدش يقوم. والكابتن هاني سعيد توجيهات وتعليمات ان مفيش حد يقف الا واحد بس على المنطقه الفنيه اللي بيدي بينها توجيهاته للاعبات. واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم، 12 الأهلي 12 سبورتينج، بنلعب في الدقيقة 5، يعني 5 دقايق مشاهدينا الكرام، وما أحرزش غير هدف واحد أو هدفين في الشوط الثاني، وهم لصالح النادي الأهلي. فرح حازم محاولة للتوغل، لكن كان فيها دفعة وصفارة عفوا وصفارة ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. هتلعب الفاول نصرة لسارة حسام، وخرجت فرح حازم وغيرت المركز وراحت لدعاء حلمي لإسراء اللي بتخترق وتتوغل وتصوب في المقص في الزاوية 90، تحرز الهدف المتين إسراء، هدف التقدم لصالح النادي الأهلي عشان يزيد النادي الأهلي من إصراره وعزمته ويحصل إلى الهدف رقم 13 بعد مرور 5 دقايق ونص من زمن وأحداث الشوط الثاني. توصل الكرة على الجناح اللي دخلت وصوبت منى عرفة، سهيلة جمال عفوا من نادي سبورتينج، لكن غادة كانت قافلة عليها زاوية التصويب تماما وقافلة لها المرمى وخلتها تشوط في العارضة، وخدت كرتها وعملتها على طول هجمة لصالح النادي الأهلي. تروح سارة حسام وتصوب وتتصدى مي جمعة، وتتابع نصرة عيد الدبل ايجنت او العميل المزدوج في صفوف النادي الاهلي، لاعبه كره يد
لاعبه سنتر فيرود، لاعبه دائره في كره اليد وحارسه مرمى كره قدم. تاني سبورتنج بيحاول جاهدا ان هو يزيد وتوصل الكوره نتيجه الدفاع المتقدم للنادي الاهلي اللي قفل خطوره نادي سبورتنج. وادي تاني اهي الكوره توصل الى 28 نادين طارق، لكن دفاع بقوه من نصر عيد تمنعها وتحصل على فاول وصفاره ورميه حره لنادي سبورتنج. نادين على الدايره، لكن فيها خطوه زياده من نوران وائل رقم 97 من نادي سبورتنج، وعلى طول لقطها. لا دي 55 نورين خالد. نورين امين على الدايره اسيست ولا اجمل لساره حسام، بتزيد من امال النادي الاهلي واوجاع نادي سبورتنج عشان يتقدم الاهلي بفارق 3 اهداف بعد ما انتهى الشوط الاول تاخره بهدفين. يعني معنى كده ان الاهلي مشاهدينا الكرام احرز 5 اهداف في الشوط الثاني ونادي سبورتنج لم يتمكن من احراز اي هدف، واحنا بنلعب في الدقيقه 8. تاني نورين وقعت منها ولمتها تاني الى 45 نهى ايمن، لكن الاهلي بعد ما وقف مكمن خطوره وصانعه اهداف ومحرزه اهداف، يمكن قلنا لحضراتكم واستمعنا من الاستوديو التحليلي ان نوران خالد سنتر هاف والعقل المفكر والمدبر لهجمات واهداف نادي سبورتنج 12 تصويبه احرزت 9 اهداف من 12 هدف، يعني محرزه حوالي 75% من اهداف نادي سبورتنج السكندري بمفردها. فلما اتلعب عليها الدفاع اللصيق المان تو مان، تاني اهي تمريره عرضيه من دعاء حلمي الى اسراء، لكن دفاع قطع ومنع التمريره من الوصول وصفاره وهجمه. وادي الكابتن حمدي ناصر بيطلب من نصرة ان في يعني دم جاي من يعني من وجه من فم كده نصرة اللي بتطلب منهم الهدوء كده من الجهاز الطبي. يعني الكابتن عاطف يعني بيقول لها خلاص يا نصرة ما تناقشيش اطلعي عشان ما نخسرش الكورة نتيجة الاعتراض والاحتكاك مع الحكم، وهنقوم بالاسعافات الطبيه. وادي فرح راحت بكل مهاره وشطاره وعمل التمريره في منتهى الجساره لمين؟ ل 19 من عرفه، لكن لسوء الحظ كانت رجليها لمست خط السته متر فما احتسبش الهدف اللي خدتها على طول سبورتنج، ووصلت الكوره لنادين طارق اهي رقم 28 اللي راجع قدام حضراتكم واحرزت الهدف ال 13 عشان تقلل الفارق. وادي نصره والدم باين على التيشيرت اللي لابساه نصرة، وسارة راحت ومنها الإسراء ومن إسراء للجناح رقم 19 منا عرفة صوبت وتصدت مي جمعة، وابتدى النادي الأهلي بقى زي برضو بعد مرور العشر دقايق الأولى من الشوط الأول الإهدار الفرص وإهدار الأهداف وعدم المحافظة على فارق الأهداف اللي بيوصلوا له الاستعجال. وادي هجمه كده كانت بتحاول امينه عاطف ان هي تحصل على فاول عكسي على هجوم نادي سبورتنج، الاهلي بيلعب بتشكيله دلوقتي فرح وشهد الشواربي، وقطعت امينه وراحت لوحدها وعمل التمريرة هايل هايل أمينة، عمل التمريرة أمينة عاطف وهي يعني تحت الحصار وأندر بريشر من دفاعات سبورتنج، لكن للأسف سارة حسام ما قدرتش إن هي تحرز الهدف وتصدت لها مي جمعة ومنعت الكرة من الوصول للشباك. تاني سبورتنج
وصلت الكرة لنورين خالد اهي بتحاول تعدي وتوصلها للجناح واللي دخلت ووسعت لنفسها وفي ايقاف دقيقتين. اللاعبه رقم 95 سهيله جمال احرزت هدف تقليص الفارق عشان يبقى هدف واحد 15 الاهلي 14 سبورتنج. وايقاف دقيقتين على مين؟ هل على ساره ولا على لا في ايقاف دقيقتين على النادي الاهلي. ساره موجوده في الملعب ممكن يكون على شهد الشواربي هنشوف برضه. تاني منا بتحاول تتوغل وتخترق وفي صفاره من الكابتن محمود البلتاجي خطوه ومشي بالكوره على منا عرفه. تاني هجمه اهو زي ما بقول لحضراتكم تهدرها ويهدرها هجوم النادي الاهلي. وبكده سبورتنج ابتدى يقرب بعد ما احرز هدفين متتاليين. وقعت الكره تاني من هجوم سبورتنج وتتعمل هجمه مرتده سريعه الى منا وتحرز منا بقى وتعوض اللي فات الهدف ال 16 بحماس. وقعت الكره تاني من هجوم سبورتنج وتروح على طول منها منا عرفه برضو بدون تركيز كده بعد ما عملت هجمه مرتده ومشيت بالكوره اكتر من لازم بالدريبل وهي كان على شمالها فاضي وعلى يمينها فاضي. لكن معلش ان شاء الله يعوضوها بناتنا. تاني نورين وفاول عكسي اهي تاني وادي غاده حسام بتلعب الفاول العكسي على طول ولمنا عرفه اللي مصممه ان هي تهدر الفرص فرصه تلو الاخرى وتخلي مي جمعه تزيد من تألقها اهي قدام حضراتكم حارسه المرمى لنادي سبورتنج اللي بتستحق التحيه والتشجيع. نوران خالد نزلت تاني وابتدت تصويبه كده من تحت الدفاع عن طريق نادين طارق تقلل الفارق مرة أخرى عشان يبقى فارق هدف. وكنا قلنا لحضراتكم في الشوط الأول أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مباراتنا حصرية نصرة بتلف وتستلم على الدايرة وتلف وتصوب لكن مي جمعة وتوصل الكرة لنوران اللي عملتها للجناح وقطعت الكرة بكل مهارة وشطارة دعاء حلمي بعد ما قطعت الدريبلاية من جناح نادي سبورتنج عشان تحافظ على تقدم النادي الأهلي. دعاء حلمي لسارة حسام لنصرة وطلعت دلوقتي منا عرفة ونزلت أمينة تاني في الجناح اليمين الوينج رايت سارة لأمينة اللي راحت وعملت فنت جميل لكن كان في صفارة من الكابتن محمود البلتاجي على نوران وائل لاعبة سبورتنج وإيقاف دقيقتين. وبكده سبورتنج هيبقى ناقص لاعب يعني اللي منع أمينة عاطف من إحراز هدف بعد خداع وفنت جميل. تاني الأهلي بيعمل زيادة عددية وبيحاول يعمل سلسلة وسحب لدفاعات سبورتنج وتقع الكرة تاني من النادي الأهلي وتلمها نصرة وتصوب نصرة وتتصدى مي جمعة اللي الحقيقة بتستحق إن الكاميرا تفضل متابعاها اللي شايلة أكتر من ست تصويبات من النادي الأهلي في الشوط التاني أعزائي مشاهدينا في كل مكان. تاني نادين طارق لنوران خالد لنادين تحاول تلف وتعمل الكورة لنورين خالد لكن دفاع من النادي الأهلي. طلعت تاني سارة حسام على نوران اللي أبطلت مفعولها تماما في الشوط التاني أعزائي المشاهدين وأدي إشارة اللعب السلبي توصل لنادين طارق للجناح سلمى رقم لسهيله جمال رقم 95 ولسه اشاره اللعب السلبي مفتوحه
الوينج رايت لنادي سبورتنج اللي هتلعب الرمية الحرة لنوران خالد. نورين خالد بتصوب وتصد. غادة حسام لنصرة لأمينة، استلمت أمينة ومنها المين لسندس حشانة اللي نزلت بقى دلوقتي وهتشارك المحترفة التونسية في صفوف النادي الأهلي. فرح حازم، سارة حسام، نص الملعب سندس حشانة لدعاء حلمي، لسندس، لفرح، لسارة، ارتقاء وتصويب. قائم الشمال يتعاطف مع مي جمعة ويزود من تألقها ويزود من فرص وأهداف النادي الأهلي الضائعة عشان تستمر النتيجة 16 الأهلي 15 سبورتنج. الدقيقة 17 أعزائي المشاهدين من زمن وأحداث الشوط الثاني. طبعا النادي الأهلي يهمه أنه ينهي اللقاء ده لصالحه. قلنا لحضراتكم أن النادي الأهلي قبل اللقاء ده كان في جعبته 5 نقاط، هو صاعد للدورة الختامية بنقطتين ومعاه 3 نقاط بمباراة الأمس، فكده 5 نقاط، فيهمه أنه ينهي اللقاء ده لصالحه عشان يبقى معاه 8 نقاط ويبتعد بالصدارة لوحده قبل مواجهة غدا إن شاء الله أمام نادي الشمس، المواجهة المثيرة والحماسية والحاسمة، وخصوصا أن نادي الشمس استطاع التعادل بالأمس مع سبورتنج السكندري وفاز اليوم على الزمالك. وآدي خداع فينت بالتهويش كده من نادين طارق، تهويشة بالتصويب ثم اختراق وهدف. لا دي عن طريق 45 نوها أيمن رقم 45 هي اللي بتستحق التشجيع والتحية من نوران خالد. هدف التعديل والتعادل وتوفيق الأوضاع لنادي سبورتنج. سارة حسام لنصرة لسندس لدعاء حلمي اللي رايحة ومنها لسارة بتلف سندس بتلف نصرة عيد وبتحاول تصوب بالرغم ان كان في دفاع من داخل الستة متر. دعاء والتصويب ودفاع ودفع من دفاعات سبورتنج لكن ما اتحسبتش وبقت رمية مرمى لنادي سبورتنج السكندري. هل هيقدر سبورتنج أعزائي المشاهدين أنه يتقدم في هذه الهجمة وفعلا ينجح سبورتنج عن طريق مين؟ عن طريق نورين خالد رقم 55 أنه هو يحرز هدف التقدم 17 مقابل 16 للنادي الأهلي وإحنا بنلعب في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني واللقاء أعزائي المشاهدين. وآدي في صفارة وفاول عكسي أو عكس الهجمة. كابتن البلتاجي حكم لقاء اليوم وإدى إيقاف دقيقتين على مين؟ على أمينة عاطف. تقريبا كان في كلام وهي رايحة في الجناح. يعني وفي شدة في الأعصاب كده بره الخطوط وبتصوب نوران لكن بتتألق غادة حسام وبتمنع الفارق وبتحافظ على حظوظ وأمال فريقها. في إحراز التعادل من الهجمة اللي هيروح بيها النادي الأهلي. سارة حسام لفرح حازم لسارة تاني، لسه الأهلي هيلعب ناقص لاعبة نتيجة الإيقاف الدقيقتين. ونزلت دعاء حلمي في الوينج رايت بتلعب ما بين الجناح والباك وإشارة اللعب السلبي وراحت وصوبت وأحرزت وفعلا هتستحق التحية نتيجة إن هي مش بس أحرزت الهدف، لا دي يعني خلت فيه عقوبة على دفاعات سبورتنج بإيقاف لمدة دقيقتين وبكده هتتساوى الكفتين وتبقى النتيجة التعادل 17-17 وإحنا بنلعب في الدقيقة 20.
نادين طارق وفاول عكسي تلمها نصرة وتلعبها لسندس ورايحة سندس وعملت الخداع وصوبت بإمتاع الهدف ال18 للنادي الأهلي. عشان شايفين الحماس والإصرار على وش دنيا صقر من بره الملعب وبنك احتياط ودكة بدلاء النادي الأهلي، وأدي سندس عشان بتقدم لنا المهارات اللي احنا متعودينها منها اللي ما ظهرتش في هذا اللقاء إلا في هذه التصويبة. مشاهدينا الكرام، تاني نادين ودعاء والتصدي غادة حسام. غادة حسام خلصت فيكي كل الكلام، غادة حسام تمام التمام بتمنع، وبرضو زي ما قلنا على هجوم النادي الأهلي في الدقائق الماضية من بعد الدقيقة 10 إلى الدقيقة 18 تقريبا، هيستغل النادي الأهلي بقى النقص العددي في صفوف سبورتينج، وبتنجح سارة بعد استلام تمريرة عكسية عكس سلسلة الكرة وحركة الهجمة واخترقت وصوبت واستغلت النقص العددي في صفوف الدفاعات السكندرية عشان تحرز الهدف ال19 الأهلي مقابل 17 سبورتينج، واحنا بنلعب في الدقيقة 22. أعزائي المشاهدين، نورين خالد لنادين طارق لنورين تاني، هتحاول تروح وتعدي وتمرر كرة بره الملعب، رمية مرمى وعلى مهلها غادة حسام بتجيب كرتها. هل يا ترى هينجح الأهلي في زيادة الفارق وزيادة آلام وأوجاع الكابتن أشرف صالح المدير الفني لنادي سبورتينج على الكرات اللي بيهدروها وفي هذا التوقيت من المباراة؟ ده اللي هنتابعه في الدقائق المتبقية مع حضراتكم. سندس لفرح، لسارة حسام، لأمينة عاطف اللي نزلت لسارة، وتمريرة ولسه أشارة اللعب السلبي مرفوعة من طاقم التحكيم. وآدي نصرة بتسأل في كام تمريرة فبيقول لها في بسطين، آدي التمريرة التانية لمين؟ لسندس، وعلى الهوى كرة لكن كان رجليها ملامسة لخط المرمى، اللاعبة رقم 96 دنيا، بس دي مش دنيا اللي عملت هذا الفاول، مش دنيا صقر، دنيا صقر 66. تاني نورين ومحاولة وصول الكرة على الدايرة لنوران وائل، لكن دفاع الأهلي حديد قفل تاني منطقة مرماه ورجع تاني للدفاع الضاغط على العقل المفكر وصانعة ألعاب. ونصرة بتقطع الكرة وبتلم تاني، ومتابعة بمهارة وجسارة وروح جبارة تحافظ على تقدم النادي الأهلي واحنا بنلعب في الدقيقة 24. أحبائي ومتابعي كرة اليد في كل مكان عبر قناتنا حصري قناة النادي الأهلي اللي بتنقل لنا هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، سندس حشانة لنصر عيد لدعاء حلم رايحة ومنها لسندس اللي بتلعب في الباك ليفت، وتلم تاني دعاء الكرة والتمريرة واخترقت وتوغلت لكن فيها ماشي بالكرة وفاول عكسي، اتلعبت على طول من مي جمعة ليه نادين، وقعت من ايديها الكرة ولمتها على طول سندس لدعاء لإسراء وعلى مهله خالص بيطلبوا الهدوء. وآدي الوقت المستقطع على طول بيطلبوا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للنادي الأهلي والكابتن ناصر عبد الواحد، وفي تايم اوت وقت مستقطع في الدقيقة كام؟ في أول الدقيقة 25. مشاهدينا الكرام، الأهلي متفوق ومتقدم ومسيطر في الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى كان سبورتنج متقدم 12-10، يعني في الشوط الثاني الأهلي أحرز 9 أهداف وسبورتنج أحرز 5 أهداف، يعني الأهلي في الشوط الثاني متقدم بفارق 4 أهداف، هدفين عوض بيهم فارق الأهداف لصالح
سبورتينج وهدفين متقدم بيهم عشان يصبح الفارق هدفين في اللقاء حتى الآن. 19 الأهلي 17 سبورتينج وداخلين على المنعطف الأخير بقى. وطبعا أكيد التوجيهات والتعليمات من الكابتن يحيى بالهدوء والتأكيد والتركيز، لأن ده وقت صعب، وقت صعب فيه التعويض وصعب فيه الأخطاء وإهدار الفرص. فرح مع إسراء، سندس حشانة، دعاء حلمي، أمين عاطف، تغيير وتحركات ما بين الباك الجناح والباك، وتاني كرة خلفية لسندس اللي راحت واخترقت وتعمقت وتوغلت وتعلقت وأحرزت الهدف العشرين لصالح النادي الأهلي نتيجة تقاطعات واختراقات وتحركات ما بين الخط الخلفي والخط الأمامي للنادي الأهلي. نادين طارق لنورين خالد، نادين في نص الملعب بتحاول تاني توجد ثغرة. حبيب الغربي، نورين، نادين، نورين تاني للجناح وتايم اوت قبل التصويبه من الكابتن اشرف صالح. يعني ما كانش متابع وخاف على الهجمه دي لا تضيع، فاثناء التصويب واحراز الهدف قبل الكوره ما توصل للشباك كان الوقت المستقطع بينطلق صافرته من الكابتن يوسف عاطف والكابتن سيف حسن المراقب والمسجل والميقاتي لهذا اللقاء بمراقبة من الكابتن هاني سعيد مراقب المباراة. كابتن أشرف أهو توجيهاته 25 دقيقة بالتمام والكمال في زمن وأحداث الشوط الثاني واللقاء. خلاص المنحنى والمنعطف الأخير بنلعب فيه، وباين يعني مش عايزين نقول الإحباط، لكن باين عدم الرضا على وجوه وملامح لاعبات نادي سبورتينج عن مستواهم وأخطائهم اللي وقعوا فيها في الربع ساعة الأخيرة أو الـ 12 دقيقة الأخيرة من الشوط الثاني. تاني نورين خالد وبتحاول توصل على نوران على الدايرة وبتنجح ان هي توصل الكرة على نوران، لكن كان في دفاع قوي من نصرة ومنعت الكرة ان نوران تحصل على الرمية الجزائية اللي كانت عايزاها، واتلعبت الفاول الى نوران خالد لنورين توغلت وصوبت، لكن معاها صفارة ان كان فيها مشي بالكرة بالرغم الهدف لكن لا يحتسب، ولسه النتيجة زي ما هي. الأهلي متقدم 3 أهداف. نوران خالد لنادين لنوران والتصويبة عكس حركة غادة حسام حارسة المرمى، كانت رايحة على الشمال مع حركتها وصوبت على يمينها الهدف ال 18. 18 الأهلي 20 سبورتنج، بنلعب في الدقيقة 26 في آخرها، خلاص متبقي منها حوالي 5 ثواني والفارق هدفين. سندس حشانة، إسراء لسندس لدعاء حلمي، لإسراء اللي راحت في نص الملعب وسندس راحت في الباك ليفت، لنصرة، لأمينة، لسندس، لدعاء، وتوصل لإسراء اللي هتخترق وتصوب لكن بره الملعب وتبقى رمية مرمى لصالح نادي سبورتينج. واللعب واقف، هنشوف برضو لما الزاوية تفتح كده الكاميرا، وآدي نتيجة الاعتراض الكابتن يحيى يوسف كارت أصفر على طاقم التحكيم إنه ما احتسبش رمية جزائية على لصالح إسراء، إن كان بيقول له كان في دفعة كده الكابتن ناصر عبد الواحد مدرب عام النادي الأهلي. واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم، متبقي 3 دقايق ونص، الأهلي متقدم فارق هدفين. هل هينجح الأهلي في المحافظة على شباكه في الهجمه دي ان الكوره ما توصلش ويفضل محافظ على فارق الهدفين؟ نورين تحاول توصل الكوره على الدايره لنوران وائل، لكن دفاع مستميت من امينه عاطف وتوصل الكوره
إلى نورين خالد وتقتحم وتتوغل وتصوب وتتصدى غادة حسام، لكن كان في دفاع من الداخل ورمية جزائية. مين اللي هتشوط؟ نوران خالد في مواجهة غادة حسام، وعشان تألقها اللي منح فريقها التقدم يتعاطف القائم الأيمن لغادة حسام معاها ويمنع الكرة من الوصول لشباك الرمية الجزائية من الوصول للشباك ويحافظ على فارق الهدفين. دقيقتين ونص مشاهدينا الأعزاء، إسراء لفرح حازم لسندس حشانة في نص الملعب، تغيير مراكز ما بين دعاء حلمي وأمينة عاطف، خط أمامي وخط خلفي، إسراء ورايحة لدعاء، هتغير اتجاهها دعاء لسندس. هل هتتعاون مع نصرة اللي مش شايفين؟ تاني تصويبة وحائط صد بلوك وتمنع الكورة وتوصل إلى نوران اللي رايحة وتصوب على يمين غادة حسام، تقلل الفارق إلى هدف واحد عشان تخش المباراة وتشتعل وتبقى إثارة ما بعدها إثارة. 20 الأهلي، 19 سبورتينج، دقيقة 8 الدقيقة 29 مشاهدينا الكرام، سندس حشانة، دعاء حلمي، أمينة، تقاطع وتحرك وتغيير في المراكز، وأمينة قطعت وراحت الناحية العكسية تماما ورايحة. فاول عكسي احتسبه الكابتن البلتاجي على سندس حشانة وبيطلب ان الكرة تتلعب من مكانها، واحنا خلاص بنلعب في اخر الدقيقة 29 مشاهدينا الكرام. 20 الأهلي، 19 سبورتينج، هنشوف مع حضراتكم هيعمل ايه الدفاع الأهلي وهيعمل ايه الهجوم السكندري في مواجهة دفاعات الأهلي. والكرة تنزل على الدايرة لنوران وائل وتتصدى غادة حسام، لكن صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي سبورتينج، والتايم اوت وقت مستقطع بيطلبه الكابتن أشرف صالح. ومتبقي ايه؟ هنشوف مع حضراتكم. بنلعب في الدقيقة 30، 29 ثانية، 29 دقيقة و13 ثانية، يعني متبقي حوالي 47 ثانية بالتمام والكمال على زمن وأحداث هذا اللقاء وصافرة النهاية. التوجيهات على أشدها، وأدي الكابتن أشرف بيطالب فريقه بتحرك هجومي عشان يحاول يوصل إلى الشباك الأهلوية ويحصل التعديل والتعادل في النتيجة. 20 الأهلي، 19 سبورتينج، زي ما قلنا لحضراتكم متبقي 47 ثانية بالتمام والكمال على نهاية الشوط الثاني واللقاء. تاني نوران، وبيتلعب الدفاع الضاغط على نوران عن طريق إسراء. تاني سبورتينج وإشارة اللعب السلبي، نورين هتحاول تروح ومنها لنادين طارق، ولسه بيحاولوا يطولوا الهجمة وتوصل الكرة، وفاول عكسي بكل ذكاء وكل دهاء عن طريق مين؟ عن طريق شهد الشواربي. خلاص متبقي 20 ثانية والكرة مع النادي الأهلي، اتلعبت الفاول لسندس لإسراء لنصرة، وتلعب سبورتينج بيلعب بقى مان تو مان بطول الملعب، دفاع رقابة رجل لرجل أو وومن تو وومن. متبقي حوالي 13 ثانية على نهاية الشوط الثاني واللقاء مشاهدينا الكرام. لو نجح النادي الأهلي إنه يحافظ على الكورة في ال 13 ثانية دي، ده اللي هنعرف ونشوف مع حضراتكم، نقول له مبروك لو استطاع إنه يحرز الهدف، حتى لو متبقي 10 ثواني 5 ثواني 7 ثواني كده نقدر نقول له مبروك، لأن هيبقى الفارق هدفين. فهل هيزيد النادي الأهلي من أوجاع نادي سبورتينج وأوجاع الكابتن وآلام كابتن أشرف يوسف أشرف صالح؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. وهل هينجح الكابتن يحيى يوسف من الثأر من هزيمته من سبورتينج في كأس مصر والخروج من الكأس
والحصول والتعويض والمحافظة على درع الدوري، ده اللي هنتابعه مع حضراتكم. ادي اهو تمريرات كلها ونصرة، وبيحاول النادي الاهلي ورايحة على طول آية وتصوب وفي المرمى في العرضة، وفي فاول وصفارة لصالح النادي الاهلي، وخلاص معاها صافرة النهاية وصافرة انتهاء المباراة بفوز النادي الاهلي بهذا اللقاء، اللقاء الصعب والحماسي والمثير اللي استطاعت نجمات ولاعبات النادي الاهلي ان هي تحصل على نقاط المباراة الثلاثة. وادي دنيا صقر ونصر عيد والفرحة بالفوز، مبروك لاعبات النادي الاهلي مشاهدينا الكرام على وصولهم الى النقطة 8 في هذه الدورة الختامية. هارد لك لنادي سبورتينج، ان شاء الله يتبقى لقاء الغد اللي يجمع ما بين الاهلي والشمس اللي كان وصل رصيده الى 5.5 نقاط، يعني في حالة التعادل يحصل الاهلي على بطولة الدوري، في حالة الفوز يحصل الاهلي على بطولة الدوري، الا اذا حدث ما لا يحمد عقباه ويتلقى الهزيمة غدا من الشمس، اللي اكيد هيبقى الكابتن يحيى والجهاز الفني للنادي الاهلي ليه كل التركيز مع هذا اللقاء. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لنادي سبورتنج السكندري. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا على احداث هذا اللقاء عبر قناتكم وقناتنا وحصريا عبر قناة النادي الاهلي، وكان معكم معلقكم الرياضي ايهاب رجب، على امل اللقاء بحضراتكم في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.